منذ 30 سنة ونواردية هواري الساكنة بقرية طرغاية ببلدية بوغني تقطن هذه الغرفة الصغيرة والمتدهورة مع ابنتها المعاقة حركيا وذهنيا، مما جعل من حياتهما جحيما في ظل تجاهل السلطات المعنية للوضع. ذايا خلي حاجة كم خلي سبا زان تصادان خزنا زان ولا فور نو ما يبغى دوا تلفزيون اذا كي قلاو نسار سانك من تلفزيون نكوني ولاش هذا هو فور نو سحمو نسحمو ولا نقازي ديير خلاص ما قرض لي حالة. معاناة نواردية لم تحرك المسؤولين المحليين الذين ظلوا يتلاعبون بملفاتها منذ 10 سنوات بكونها وحيدة، وحتى لجنة التحقيق لم ترسل إليها. الميرمي روح غرسة تقابل راذيي أسيني وثن تطمان نسن إما ناس قوسة عدن بغا غادر وشاخ أذي يا ربا ذي غايب ناس نهاي ونربو ناس نفكي ربو لهنا الصحة أني دي قبل ربي سويني الهال. عن عمر يناهز 77 سنة ونواردية تلجأ للعمل لدى الخواص لسد حاجياتها وحاجيات ابنتها المريضة في انتظار تدخل السلطات للتخفيف عنها وتوفير منزل لائق يسطرها.